ومن جهة ثانية أكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن خادم الحرمين الشريفين معاصر وقريب من قطاع الآثار في المملكة منذ تأسيسه قبل نحو 50 عاما، ومتابع وداعم لأنشطته وإنجازاته، مشيرا سموه إلى أن قطاع الآثار حقق إنجازات مهمة، والمملكة أصبحت من الدول الرائدة عالميا في مجال الكشوفات الأثرية والبحث العلمي. وجاءت تصريحات سموه في ختام زيارته اليوم لمعرض طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور في المتحف الوطني الياباني. عايزين أن المعرض في هذه المرحلة أيضا في اليابان، وهذا يختتم جولة شرق آسيا. واليابان بلد حضارة، والشعب الياباني شعب متحضر ومتعلم، وعلاقات المملكة العربية السعودية باليابان علاقات تاريخية وعلاقات اقتصادية وعلاقات بشرية مهمة جدا. وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله مهتم بالعلاقات السعودية اليابانية بشكل كبير جدا، ولذلك نحن رأينا عدد الزوار ومتابعة الجمهور الياباني لهذا المعرض استثنائية.